تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردين جبالي. بالك باب النعلي. أبو حسن وأبو العبد وأبو أحمد وأبو أبو غنيم شباب حياك الله حياكم الله الجميع. اللي لو يمشي ما بينمشي ما بالك باب اللي عليه ملعون ابوك يا فقر يا حوجن الاندل شباب فضل المسرح لو سمحتوا زلت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال قتال لو لعبت يا زهر وتبدلت احوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لو لعبت يا زهر وتبدلت احوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له بسؤال كسر بخاطري ساعتها ودوقني دقت الحال اروح لاول واحد احتجت له بسؤال كسر بخاطري ساعتها ودوقني دقت الحال اعمل معاه الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن وكن طويل البال وكن طويل البال وعرفه ان الفلوس ما بتعملش رجال والحوجة مرة ورا لو لعبت يا زهر اتبدلت احوال وركبت اول موجة سكة الاموال لو لعبت يا زهر اتبدلت احوال وركبت اول موجة سكة الاموال اروح لاول واحد تجلو بسؤال كسر بخاطري ساعتها Thank you.
عمي يا صياد رمت شباكك فين؟ كل ما قصدك يطلع لكم تعبين، كل ما قصدك يطلع لكم تعبين. عمي يا صياد رمت شباكك فين؟ كل ما قصدك يطلع لكم تعبين. عمي يا صياد رمت شباكك فين؟ كل ما قصدك يطلع لكم. قولوا يا ابو كريم
ماجد يا بابا. غدرك وصل عالشط يقول لي يا بحر يقول لي قصدك ايه قصدك ايه عمي يا صياد ربيت شباكك فين كل ما قصدك يطلع لي كنت عبيان عمي يا صياد ربيت شباكك فين كل ما قصدك يطلع لي كنت عبيان عمي يا صياد شباكك فين